وعن أحوال الطقس غدا، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.